السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالإقامة الرائعة، هذه الإقامة بانوراما التي تقع في وهران، والطراز معماري رائع، لكن عندي بعض التحفظات فيما يخص شرفات لزوج نقاط. النقطة الأولى هي أن هذه الشرفات اللي تندار بالزجاج والأعمدة متاع الإينوكس، هذه اللي راهي تتفكس بالبولونات في الشرفات، أنا أتحفظ فيما يخص السلامة نتاع الاستعمال نتاعها، ويعني بسبب الصلابة ديالها لا أظن أنها صلبة أكثر من يعني الحائط الإسمنتي، أنا ما جربتهاش، لكن على بالي بلي صار فيه بعض التحفظات من جانبي. النقطة الثانية هي أنه إحنا المجتمع الجزائري كمجتمع يعني عبر التاريخ يعني منغلقة على الداخل، كنشوفوا البنايات الإسلامية العربية الأمازيغية الجزائرية تاريخية، الفتوحات كلها صغيرة على البرة، وكل يعني البنايات مفتوحة للداخل. إذن هذه هو المجتمع الجزائري، إذن الشرفات لا داعي للإكثار من الشرفات، هذه يعني الطبيعة هذه أخذناها من تأثيرنا بالمعمار الاستعماري الفرنسي، لكن هي في الحقيقة قل ما نستعمل الشرفات في يعني منازلنا. إذن أنا ننصح المصممين والمستثمرين والمطورين أن لا يكثروا من الشرفات، أن يقتدوا بالأمثلة في دول الخليج، يعني البنايات العصرية في دول الخليج ما فيها شرفات كثيرة. إذن إن شاء الله يتفكر يعني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية تاع المجتمع تاعنا، وينقصوا من الشرفات هذه الطبيعة اللي خذيناها من كما قلت من العمران المعمار الفرنسي. إذن هذا هو النقطة الثانية، نكتفي بهذا القدر، نخليكم تابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم.